أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الحسين بن علي عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب حديث طويل رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول لما احتضر الحسن بن علي قال للحسين يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها، فإذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه واله لأحدث لأحدث به عهدا، ثم اصرفني إلى أمي فاطمة، ثم ردني فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس، إلى آخر هذا الحديث الشريف وهو حديث طويل حاصل هذا الحديث يتضمن وصية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلى الإمام الحسين وقد ذكرنا فيما مضى أن من علائم الإمامة الوصية بأن يكون الإمام اللاحق وصيًا للإمام السابق وصية ظاهرة وعلنية، وبالنسبة إلى النصوص على إمامة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فهي نصوص كثيرة، بعضها نصوص عامة كآية التطهير وحديث الثقلين، وأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الحسن والحسين عليهما الصلاه والسلام وفي امامتهما واحاديث وردت عن امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام واحاديث عن الامام الحسن عليه الصلاه والسلام والعلائم المذكوره في الروايات للامام اللاحق من بعد الإمام السابق أيضا اجتمعت في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن تلك العلائم الوصية، وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه علامة لعامة الناس، لأن العلائم أقسام منها علائم للخواص كالعلم مثلا، أو المعجزات ومنها علائم لعامة الناس، ومن تلك العلائم العامة هي الوصية. وقد ذكرنا فيما مضى شطرا حول هذه الوصية في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب. والآن سنذكر في هذه الحلقة بعض ما يرتبط بهذا الحديث الشريف. وحاصله ان الامام الحسن عليه الصلاه والسلام لما حضرته الوفاه وكان سبب ذلك انه سقي السم في لبن وكان صائما وذلك لان معاويه لما اراد ان يوطد ولايه عهد يزيد بن معاويه وجد ان المسلمين سيرفضون ذلك ما دام بعض الاشخاص احياء من جملتهم الامام الحسن عليه الصلاه والسلام وكان في معاهده الصلح بين الامام الحسن وبين معاويه ان لا يستخلف معاويه احدا الا الامام الحسن فلذلك أراد أن يتخلص منه فحاك المؤامرات لكي يسم الإمام الحسن بدون أن يتحمل المسؤولية وكان من ذلك أنه أغرى جعدة بنت الأشعث بن قيس وكانت زوجة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لأن الأئمة مثل الأنبياء كانوا يتزوجون من عامة الناس ففي زوجاتهم المؤمنات وفي زوجاتهم المنافقات فجعدة كانت منافقة كأبيها الأشعث ابن قيس لكنها كانت زوجة للإمام الحسن فأغراها معاوية بمال وبوعد أن يزوجها يزيد ابن معاوية والقضية مفصلة فهي دست السم في اللبن الذي أفطر به الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وكان صائماً وكان هذا سبب وفاته ومعاوية كعادته غدر بها فلم يزوجها يزيدا لأنه خشي على يزيد منها التي تخون زوجها بأن تقتله لا يستأمن جانبها، وأما المال فأرسله إليها، فالسم أثر في الإمام الحسن وعلم بأنه ميت من أثر ذلك السم فلذلك أوصى وكانت وصيته حسب الجمع بين الروايات ان يدفن عند رسول الله صلى الله عليه واله ولكن وصى انه اذا منع مانع عن ذلك ان لا يراق في تشييع جنازته محجمه دم وان ينقل فيدفن في البقيع عند فاطمه بنت اسد فحينما جاءوا بالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بجنازته إلى مسجد رسول الله مروان ابن الحكم أخبر عائشة بأنهم يريدون دفن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عند رسول الله فجاءت معترضة وأرادت أن تمنع وكان مع مروان مجموعة من الأمويين وكانت بأيديهم السهام والأقواس لكي يمنعوا من ذلك. هنا احتجاج بين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبين عائشة. في البداية عائشة قالت بأن دفنه حتك لحجاب رسول الله صلى الله عليه واله، إذا دفن في حجرة الرسول صلى الله عليه واله. فإنه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على رسول الله حجابه. طبعا عائشة كانت علاقتها بأهل البيت علاقة متوترة من جهات متعددة، حتى أن السنة رووا في صحاحهم أنها عن ابن عباس انها لا تطيب نفسا او نفسا بذكر علي بن ابي طالب بن عليه الصلاه والسلام. حينما روت الروايه ان رسول الله في مرضه اتكى على شخصين لياتي الى الصلاه. اتكى على فلان ابن عباس وعلى رجل اخر، الراوي يقول تعلم ذلك الرجل الاخر من هو؟ هو علي بن ابي طالب. لكن عائشة لا تطيب نفسا بذكره، لماذا؟ لأن عائشة كانت ضرة لخديجة، ولو أن الرسول تزوجها بعد خديجة، لكن بالنتيجة الرسول صلى الله عليه واله كان يفضل خديجة على جميع زوجاته هذا أولا، وكان يذكرها دائما والله سبحانه وتعالى رزق الرسول اولاد من خديجه. ولم يرزق عائشه ولدا من الرسول صلى الله عليه واله. ولذلك كانت علاقتها بفاطمه سلام الله عليها علاقه متوتره. فكانت تكره فاطمه وتكره عليا عليه السلام وتكره ابناء فاطمه لانهم كانوا احفاد ضرتها. مع أن الرسول صلى الله عليه واله كان يؤتيها ويعطيها حقها، لكن هذا السبب إضافة إلى أسباب أخرى اجتمعت فكانت العلاقة علاقتها متوترة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلذلك منعت من دفن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عند قبر الرسول محتجة بأنه هذا هتك لحجاب الرسول زين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شنو جاوبها قالها إذا دفن واحد هاتك عند الرسول دفن واحد عند الرسول هاتك للرسول فسابقا قد أذنتي بدفن أبي بكر ودفن عمر عند الرسول صلى الله عليه وآله إذا هذا هاتك فذاك هم هاتك كيف اذنت لهما ولم تاذني لهذا؟ مع انه الحسن عليه الصلاه والسلام هو الوارث للمكان، لانه يعني كما ذكرنا في حلقه ماضيه الرسول صلى الله عليه واله حينما التحق بالرفيق الاعلى كان وارثه زوجاته وفاطمه عليها السلام، اما الزوجات فإرثهن الثمن وهذا الثمن يقسم بين تسعة من الزوجات والبقية يعني سبعة أثمان هي لفاطمة سلام الله عليها ومن فاطمة انتقل إلى أبنائها لذا محمد بن الحنفية أو ابن ابن عباس في هذه القضية قال لها لك تسع من الثمن وفي الكل تصرفتي إذا أنت عندك حق في إرث رسول الله صلى الله عليه وآله هسه نفرض أنه بالنسبة إلى المسألة الأخرى أن الزوجة لا ترث من الأرض لو فرضنا أنها ترث من الأرض كم إرثك التسع من الثمن يصير نص شبر مثلا في تلك الحجرة التي كان قد دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الكل تصرفت اذا هو هاتك لرسول الله فذاك هم هاتك ثم الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يذكر مجموعه من الايات كقوله في سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الاذن من الرسول ومن وارث الرسول زين هل الرسول أذن بدفنه ما عنده هل وارث الرسول أذن بدفنه ما عنده زين البعض قد وضعوا حديثا بأن الرسول قال ما تركناه صدقة وهذا الحديث موضوع لأنه يخالف القرآن وورث سليمان داود وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب لنفرض أنه إرث الرسول يصير صدقة زين يعني هي صدقة للمسلمين كيف دفن في مكان هو صدقة للمسلمين لا يجوز ذلك حتى بناء على هذا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم وأيضا حينما جاءوا بالمعاول والمساحي وبالضوضاء عند قبر الرسول صلى الله عليه واله، مع ان الله في سوره الحجرات يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وفي نفس السوره يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعد ذلك محمد بن الحنفية تكلم أشكل عليها قال أنت في يوم وقعة الجمل جئت على جمل مع أن الله سبحانه وتعالى يأمر زواجات الرسول وقرن في بيوتكن خالفت هذه الآية الشريفة في ذاك اليوم ركبت على جمل وجئت لمحاربه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وحدثت الفتنه بين المسلمين الى يومنا هذا لان معركه الجمل صارت سبب لمعركه صفين ومعركه صفين صارت سبب لمعركه النهروان وانشقاق المسلمين الى يومنا هذا زي. وهذا اليوم ركبتي بغلا وجئت تجملت يعني ركبتي على الجمل تبغلتِ ركبتي على البغل تجملتي تبغلتِ ولو عشت تفيلت مثل أصحاب الفيل لك التسع من الثمن وفي الكل تصرفت زين ما عدها منطق في جواب محمد بن الحنفيه فأرادت أن تهينه. كلام محمد بن الحنفية كلام صحيح. زين ماكو جواب الجواب شنو يكون إهانته. أهانته لأن أمه كانت أما ولو أن أمير المؤمنين أعتقها خولة الحنفية. فقالت لمحمد بن الحنفية يا ابن الحنفية هؤلاء الفواطم، يعني الحسين ولدته الفواطم الثلاث، يتكلمون فما كلامك؟ أنت ابن أمة مثلاً. الحسين عليه الصلاة والسلام أجابها جواباً وحاصل الجواب: وأنى تبعدين محمداً من الفواطم؟ فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم. من هي الفواطم التي ولدنه فاطمة الأولى هي زوجة عبد المطلب وهي فاطمة بنت عمران ابن عائذ ابن عمرو ابن مخزوم وعبد المطلب هو جد أمير المؤمنين علي وعلي هو أبو محمد ابن الحنفية هاي الفاطمة الأولى الفاطمة الثانية زوجة أبي طالب أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد وفاطمة الثالثة فاطمة بنت زائدة ابن الأصم وهي زوجة هاشم أم عبد المطلب سلام الله عليهم وعليهن أجمعين وأجمعات وأنا تبعدين محمدا من الفواطم فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم هن فلان وفلان, وفلان وفلانة فقالت عائشة للحسين نحوا ابني واذهبوا به فإنكم قوم خصمون لأنه ماكو جواب عندما تذكرين إشكال أو تذكر إشكالا يأتيك الجواب أو تأتيك الجواب يأتيك الجواب من القرآن ومن المنطق أنتم قوم خصمون يقال انه كان بنو اميه قد خططوا تخطيطا لذا مروان ذهب الى عائشه وجاء بها التخطيط شنو هو انه يحدث شجار وقتال في جنازه الامام الحسن عليه الصلاه والسلام ويستغلون هذه الفرصه لقتل عائشه مثل مروان قتل طلحه في وقعة الجمل هذا معروف حينما خرج طلحة والزبير بعائشة إلى الجمل إلى وقعة الجمل وكان معهم مروان طالبين بدم عثمان مع أن طلحة كان من المشاركين في دم عثمان من المحرضين عليه ومروان يدري لأن مروان قريب لعثمان كان يعلم أن طلحة من قتلة عثمان فاخباه فاخبا ذلك له عندما بدا القتال في معركه الجمال مروان استغل فرصه ورمى طلحه بالسهم فقتله انتقاما لعثمان نفس القضيه كان يكررها كان يرمي عائشه بالسهم ويقتل عائشه وهذا القاتل يلقيه على ذمة ورقبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وتصير فتنة في العالم الإسلامي ويشوهون سمعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأنهم قتلوا زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك كان يستغلون الفرصة يبدأ عراق يتطور إلى قتال هذا لم يكن من الصالح لا لصالح الإسلام ولا لصالح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذلك الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان قد أوصى بأن لا يراق بمقدار محجمة دم دم بمقدار محجمة لا يراق في تشيعه فلذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أمر بني هاشم بأن لا يجردوا سيوفهم ولا يدخلوا في عراك ونزاع، المنطق بينوه الحجة ألقوها وأتموا الحجة، لكن هذا نهاية المطاف كفعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم السقيفة وكفعل هارون في غياب موسى عليه الصلاة والسلام حينما غاب موسى وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعاشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. السامري استغل فرصه غياب موسى بعد ثلاثين يوما فصنع من حليهم عجلا جسدا له خوار. هنا هارون لم يسكت ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به هارون ألقى الحجة عليهم لكن ما جرد سلاحه لماذا؟ لأن تجريد السلاح كان يسبب فتنة لم تكن بصالح الدين ولذا حينما جاء موسى غضبان اسفا، واخذ لحية هارون يجرها اليه، ماذا اجابه هارون؟ اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، مع انهم عبدوا العجل ان تركوا التوحيد الى عباده وثن، لكن هارون لم يجرد سيفه لانه راقب ولاحظ ونفذ وصيه موسى عليه السلام. في يوم السقيفه كذلك امير المؤمنين لم يسكت امير المؤمنين القى عليهم الحجه لكن لم يجرد سيفه لان رسول الله صلى الله عليه واله امره بالصبر. وهكذا الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بين الحجه لكن امر بني هاشم بالصبر فاخذوا جنازه الامام الحسن عليه الصلاه والسلام الى البقيع ودفنوها في البقيع عند فاطمه بنت اسد الان عندما تذهب الى البقيع تجد قبور الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وامامها قبران قبر في الزاويه هو قبر فاطمه بنت اسد وقبر طرف آخر أمام هذه القبور يقال إنه قبر العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الوصية التي كانت بحكمة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وأدى فتنة بني اميه ليستغلوا هذا الامر. ولو هذا الظلم للامام الحسن عليه الصلاه والسلام ان يمنع في ان يدفن في مكان هو ملك له وراثه عن امه فاطمه سلام الله عليها التي ورثت عن رسول الله صلى الله عليه واله. لكن مصلحه الاسلام ومصلحه المسلمين فوق الاعتبارات الاخرى ولا ينقص الامام شيء اذا دفن في اي مكان بل اي مكان يدفن فيه الامام يشرف ذلك المكان بالامام اي مكان يدفن فيه الانبياء يشرف ذلك المكان بالانبياء من غير ان ينقص من قدرهم شيء الانسان اذا كان مؤمن في اي مكان يدفن وحتى اذا ما دفن هذه لا ينقصه شيء من كرامته عند الله سبحانه وتعالى. بل إذا كان مظلوما الله سبحانه وتعالى يزيده ثوابا، لأنه كان مظلوما والله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالثواب. لذلك مراعاة للمصلحة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام دفن في البقيع ومن بعده الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين ومن بعده الإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام دفنوا في البقيع فشرفت البقيع بهم. هذا الحديث طبعا قلت حديث طويل جدا ونحن ذكرنا حاصل هذا الحديث. يبين أمور مختلفة من تلك الأمور أن البعض الآن من العامة يقول أسكتوا عما جرى بين الصحابة وبين الصدر الأول لا تذكروه زين ليش نذكره يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يقول زين بس خلافاتهم من نذكرها لو فضائلهم ما لن نذكرها ليش تذكرون فضائلهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فقط السلبيات لن نذكرها لأنها تهدم مجموعة من العقائد والأمور الإيجابيات ليش تذكروها ليش تذكرون فضائلهم ليش تخالفون هذه الآية حسب تفسيركم وليست الآية بهذا المعنى الآية ليست بمعنى أنه لا تذكروا الأعمال الصالحة أو الأعمال غير الصالحة للسابقين وإلا القرآن مليء بالذكر أعمال الأمم السابقة والأنبياء أعمال الأنبياء وأعمال أبناء الأنبياء الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة هي قصة يوسف هو نفس المكان اللي هاي الايه من سوره البقره مذكور تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون في نفس هذه السوره قبل هذه الايات الله سبحانه وتعالى يذكر قضايا وقصص انبياء بني اسرائيل يعقوب وابناء يعقوب وابراهيم وغير ذلك بل الله سبحانه وتعالى في القران يقول لقد كان في قصصهم عبره الايجابيات تذكرها السلبيات تذكرها زين احنا من وين وصلتنا هذه الايجابيات او السلبيات كتب علماء الاسلام احنا لا نذكرها اما علماء الاسلام ذكروها في كتبهم شنو هذا التناقض اذا ذكرها سيء لماذا علماء الاسلام ذكروها في كتبهم في احاديثهم في صحاحهم واذا ذكرها مو سيء لماذا نحن لا نذكرها إذا واحد صحابي أخطأ أو أذنب لماذا نسكت؟ مع أننا نريد أن نأخذ ديننا من هؤلاء تريد تأخذ دينك منهم قل لازم تعرفهم من هم وماذا جرى على المسلمين في الصدر الأول لنعرف ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله منا ماذا الآن نعمل ماذا نعتقد من نوالي نتبرأ ممن؟ هذا كله يتوقف على معرفتنا بما جرى في صدر الإسلام. فلذلك الاستدلال بهذه الآية تلك أمة قد خلت هذه مغالطة. هذه الآية تريد أن تقول أنتم لستم مسؤولون عن أعمال أعمالهم. يعني إذا واحد من الأنبياء عمل صالحاً، أنا مو مسؤول من عمله ولا أثاب على عمله. إذا واحد من أعداء الأنبياء كان طالحا غير صالح وأذنب، أنا مو مسؤول عن عمله ولا أُعاقب على عمله، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هذا ليس معناه أن لا أعتبر. والله سبحانه وتعالى يذكر قصصهم قصصهم للاعتبار ثم يقول أنت مو مسؤول عن عمله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الصواب هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين